بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات أولى ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. مرة أخرى ما زلنا مع تصحيح النموذج اللي عرضت عليكم من قبل، فيه تمرينين على الهندسة المستوية. بعدما حلينا التمرين الأول لمن لم يره بعد ما عليه إلا الإطلاع عليه، شرحنا فيه جميع الخطوات، ثم انتقلنا على بركة الله إلى التمرين الثاني، حليناه أيضا، وصلنا إلى السؤال التالي. إذا وصلنا إلى السؤال التالي الذي يطلب منا تعيين قيمة M حتى يشمل المستقيم DM النقطة R. طبعا النقطة R بعدما نعوض الإحداثية تاعها راح نلقاها 0.4. لاحظوا معايا كيف راح ندير. إذا نتابع التصحيح، نكتب تعيين قيمة M حتى يشمل المستقيم DM النقطة R ذات الإحداثية. طبعا بعدما عوضنا ألفا باثنين ألفا مربع راح تولي لي 0.4. إذا عندي معادلة المستقيم DM هي من الشكل Y يساوي 1 على 3 في 2 M زائد 1 X ناقص R زائد 2. إذا R تنتمي إلى، طبعا R ذات الإحداثية 0.4 تنتمي للمستقيم DM. طبعا ما ننساوش أن 0 يمثل X و 4 يمثل Y، معنى ذلك أنها تحقق المعادلة التالية أو المعادلة المستقيم المختصرة. إذا نعوض Y ب 4، ركزوا فقط معي، 4 تساوي، ونعوض X بالصفر، 2M زائد 1 الكل في صفر، يعني عوضت X بصفر، ثم بعد ذلك ناقص M زائد 2. إذا هذا الحد كله مضروب في صفر، دونك يروح يساوي صفر، يبقى لي ناقص M زائد 2 تساوي 4. ونحل المعادلة، لاحظوا معي، عندي 4 يساوي ناقص M زائد 2، هذا يكافئ منطقيا. هنا شو راني نحل معادلة ذات المجهول M. إذا ننقل M إلى الطرف الأيسر يولي لي زائد M يساوي، ننقل 4 إلى الطرف الأيمن يولي لي ناقص 4 زائد 2، وناقص 4 زائد 2 تساوي ناقص 2، إذا وتساوي ناقص 2. إذا M تاعي كم تساوي؟ M تساوي ناقص 2. إذا من أجل M تساوي ناقص 2 راح تكون النقطة 0.4 تنتمي إلى DM. إذا نكتب، وبالتالي نقول من أجل M يساوي ناقص 2 النقطة R ذات الإحداثية 0.4 تنتمي إلى DM. نتابع على بركة الله السؤال الذي يليه. لاحظوا معي السؤال الذي يليه يقول عين قيمة M حتى يوازي المستقيم DM المستقيم D. ما هي الخطوات التي أتبعها؟ الخطوات التي أتبعها، أولا نكتب معادلة المستقيم DM معطاة في التمرين، Y يساوي 1 على 3 في 2 M زائد 1 X ناقص M زائد 2. ثم نكتب معادلة المستقيم D اللي لقيتها من قبل، Y يساوي 5 X ناقص 7. ثم أترجم ما معنى DM يوازي D. نحن نعلم أن في الهندسة المستوية أن مستقيمين متوازيين يعني ذلك أن لهما نفس الميل. ما معنى نفس الميل؟ هنا طبعا الميل نستخرجه من المعادلة المختصرة. هنا ميل المستقيم دلتا أم هو هذا العدد، راح يكون معامل المضروب في إكس يعني أتاعه، هذا هو ميل المستقيم دي أم، ومعامل المستقيم دي هو 5. إذا واش راح نكتب؟ راح نكتب المساواة بينهما. إذا يعني ذلك أو يكافئ منطقيا أن أولا ما هو ميل المستقيم دي أم؟ قلت لكم ميل المستقيم دي أم هو 1 على 3، نكتبه كما هو، جدا 2 أم زائد 1 يساوي ميل المستقيم دي اللي هو 5. إذا مثل هذا السؤال دائما تلقاه، هذا السؤال هي نفس النتيجة، يعني الإجابة راح تكون بمثل هذا الإجابة. إذا ما علينا إلا أن نحل المعادلة. إذا نقول نحل المعادلة لإيجاد قيمة M. إذا نحل المعادلة، وش راح ندير؟ راح نضرب طرفي المعادلة تاعي في 3. لماذا؟ لكي أتخلص من الكسر. إذا تولي لي المعادلة تاعي 3 على 3 1، تخرج لي هنا 2 M زائد 1 يساوي 15.
وهذه تكافئ منطقيا. 2 آم ماذا تساوي؟ تساوي 15 كنرد زائد واحد الطرف الأيمن ويساوي 14. إذا نقسم على 2 نقسم على 2 راح يخرج لي أم تاي يساوي 14 على 2 ويساوي 7. إذا ما هي قيمة أم حتى يكون المستقيمين دي أم ودي متوازيين؟ هي القيمة 7. إذا من أجل أم يساوي 7 راح يكون دي أم يوازي دي. نكتب نتابع السؤال الذي يليه. يقول عين قيمة أم حتى يعامل دي أم المستقيم دي. بنفس الخطوات راح نكتب المستقيم دي أم المعادلة المختصرة تاعها ونكتب المعادلة المختصرة لدي. طبعا هنا قد يسأل البعض يقول أستاذة هل ممكن أن أستعمل المعادلة ديكارتية؟ أقول لكم نعم يمكن استعمال المعادلة ديكارتية، ولكن من الأفضل استعمال المعادلة المختصرة. لماذا؟ لأن المعادلة المختصرة دائما احنا نعرف أنها تكتب على شكل Y تساوي AX زائد B، ونعلم أن هذا A يمثل الميل، إذا راح يكون أسهل، ولكن لا يعني ذلك أننا لا نستعمل المعادلة الديكارتية. هذه كملاحظة فقط. إذا شفنا أن لكي يكون مستقيمين متوازيين يكون لهما نفس الميل، أما حتى يكون دي أم يعامل المستقيم دي أم هنا عنده شرط آخر. إذا دي أم هذا شرط التعامد يعامل دي، هذا يعني أن جداء الميلين يعني جداء ميل المستقيم دي أم في جداء يعني ميل المستقيم دي راح يساوي ناقص واحد. إذا أترجم ذلك بمعادلة ثم نحل المعادلة لكي نجد قيمة أم. أين ميل المستقيم دي أم؟ هو 1/3، إذا نكتبه كما هو 1/3 2 أم زائد 1 جداء ميل المستقيم دي هو 5. قلت لكم الجداء تاع الميلين يساوي ناقص 1، هذه هي القاعدة دائما تطبق في أي سؤال يجيكم من هذا النوع. إذا نحل المعادلة، نقول نحل المعادلة، طبعا المعادلة ذات المجهول أم، ثم نجد قيمة أم. هنا بنفس الطريقة لكي أتخلص من الكسر واش راح ندير؟ راح نضرب هنا في 3 وهنا نضرب في 3، المعادلة تبقى دائما صحيحة. هنا 3 تقسيم 3 1، واش يبقى لي هنا؟ يبقى لي 5 في 2 أم زائد 1 تساوي ناقص 1 في 3 ناقص 1. أتابع الحل، هنا ننشر 5، إذا نقص فقط معايا تولي لي 10 أم زائد 5، نحلها يعني بطريقة بسيطة لأنها حل معادلة درجة الأولى ما توجد صعوبة فيها، هذا يكافئ منطقيا. إذا 10 أم يساوي نرد زائد 5 للطرف الأيمن تولي لي ناقص 5 ناقص 3 ويساوي ناقص 8. ثم أم تاعي واش راح يساوي لي؟ أم نقسم طرفي المعادلة على 10، إذا راح يساوي لي ناقص 8 على 10، أختزل على 2 نقسم على 2 نقسم على 2 يخرج لي ناقص 4 على 5. إذا قيمة أم حتى يكون دي أم يوازي دي ما هي إلا الكسر ناقص 4 على 5. إذا نكتب نتابع السؤال الذي يليه. سؤال رابع يقول اكتب المعادلة الديكارتية لدي فتحة الذي يشمل النقطة في ذات الإحداثية ناقص 2 ناقص 6 ويوازي المستقيم دي 0، يعني من أجل أم يساوي 0 سبقنا وكتبنا المعادلة المختصرة تاعو. إذا دي لي 0 معادلته Y يساوي 1/3 X زائد 2. لم أكتب المعادلة الديكارتية، فضلت أنني أكتب المعادلة المختصرة لدي لي 0 باش نجبد مباشرة الميل. لماذا؟ أولا لازم نعرف أن المعادلة الديكارتية لأي مستقيم راح تكون من الشكل التالي: AX زائد BY زائد C تساوي 0، طبعا مع A ينتمي إلى R يعني أعداد كلها حقيقية، B ينتمي إلى R و C ينتمي إلى R. طبعا هنا شرط فقط، ما لازمش يكون A و B ينعدمان في آن واحد، يعني بالمناسبة
إذا جاكم سؤال عين قيم ألفا و ب أو أ و ب حتى تكون هذه المعادلة معادلة المستقيم، هو الشرط أن يكون أ و ب لا ينعدمان في آن واحد. لو كان ينعدمان في آن واحد راح يخرج لي سي يساوي صفر. إذا سي يساوي صفر ليست بمعادلة مستقيم لأن سي عدد حقيقي. المهم هنا نولي للسؤال تاعي. قلت لكم ديت المعادلة المختصرة، لماذا؟ لأنني يقول أن عندي دي فتحة يوازي المستقيم دي صفر. وش معناتها؟ قلنا عندما يكون عندنا مستقيمين متوازيين يعني أن الميل تاعهم متساويين. هنا الميل تاع هنا راح يكون ناقص أ على ب، لأنني لو نكتب المعادلة المختصرة لدي فتحة، لاحظوا معي نكتبها لكم. إذا نقول أن ميل المستقيمين ميل، أو نكتبها لكم، ميل دلتا صفر يساوي ميل المستقيم دي فتحة. إذا ممكن نجبد ميل هنا المستقيم دي فتحة انطلاقا من المعادلة المختصرة. قلت لكم كيف ذلك؟ إذا ميل المستقيم دي فتحة راح نكتب المعادلة المختصرة. إذا المعادلة المختصرة لدي فتحة راح تكون، لاحظوا معايا، راح نكتب y بدلالة x، y تاعي راح يساوي لي ناقص، هنا ننقل ax للطرف الآخر تولي لي ax ناقص c، إذا نقسم على b. إذا ما هو ميل المستقيم؟ طبعا هنا لازم نفرض أن b ينتمي إلى r نجمة، لازمش يكون يساوي صفر. إذا راح يكون ميل المستقيم دلتا فتحة انطلاقا من المعادلة الديكارتية راح يكون ناقص أ على ب، ولكن حنا راح نقول أن نكتبها على شكل المعادلة المختصرة. راح ننتقل من المعادلة المختصرة إلى المعادلة الديكارتية، راح نكتبها مش مباشرة أ فتحة أضع ناقص أ على ب أ فتحة إكس زائد سي فتحة. حنا حبيت المعادلة المختصرة لماذا؟ باش أنتقل من المعادلة المختصرة إلى المعادلة الديكارتية. كيف ذلك؟ إحنا قلنا أن دي فتحة يوازي دي صفر، إذن راح يكون أ فتحة تاعي، هنا شرحت لكم فقط كيف أجد الميل انطلاقا من المعادلة الديكارتية، أ فتحة تاع المستقيم دي فتحة ماذا يساوي؟ ميل المستقيم دي صفر. ميل المستقيم دي صفر هو 1/3، إذا راح يساوي لي 1/3. إذا أ فتحة تاعي يساوي 1/3. تبعوا فقط معايا، نتابع التصحيح. قلنا أن إجرك تاعي المعادلة المختصرة دي فتحة تساوي أ فتحة إكس زائد سي فتحة، مع أ فتحة يساوي 1/3. إذا نكتب إجرك يساوي 1/3 إكس زائد سي فتحة. إذا كيف راح نلقى سي فتحة تاعي؟ قلنا أن النقطة في ذات الإحداثية ناقص 2 ناقص 6 تنتمي إلى دي فتحة، قلنا أنه يشمل النقطة V. هذا يكافئ منطقيا، نعوض هنا Y وهنا بX، نعوض، إذا راح تولي لي ناقص 6 تساوي، نتابع، لاحظوا معي ناقص 6 تساوي، نعوض X بناقص 2 راح تساوي لي 1/3 في ناقص 2 زائد سي فتحة تاعي. إذا كم يساوي سي فتحة؟ نحل هذه المعادلة، راح سي فتحة راح يساوي لي ناقص 6، هنا ناقص 2/3 نرد للطرف الأيسر يولي لي زائد 2/3، نوحد المقامات 3 في 6 18، إذا ناقص 18 زائد 2/3 ويساوي ناقص 16/3. إذا بعدما لقينا العدد تاعي سي فتحة هو 16 على ناقص 16 على 3، إذا هل ممكن الاختزال؟ لا، لماذا؟ لأن 16 ليست من مضاعفات 3. إذا راح نكتب دي إيكغريك فتحة المعادلة تاعو هي إيكغريك، بعدما لقينا الميل أنه 1/3 إكس ناقص العدد سي فتحة هي 16/3. وبالتالي هذه هي معادلة المستقيم دي فتحة الذي يشمل
النقطة V ذات الإحداثيات ناقص 2 ناقص 6 ويوازي المستقيم D0. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذن وصلنا لآخر سؤال يقول عين قيمة M حتى يوازي DM المستقيم DM مربع. لاحظوا معي واش راح ندير. إذن أول شيء راح نكتب معادلة المستقيم DM كما هي Y يساوي 1 على 3 في 2 M زائد 1 X ناقص M زائد 2. ثم بعد ذلك نكتب معادلة المستقيم تاعي DM مربع. كيف أكتبها؟ راح وين نلقى M نعوضه بM مربع. لاحظوا معي 1 على 3 في 2 نفتح قوس عوضا ما نكتب أم وش نكتب أم مربع زائد 1 نغلق قوس في X ناقص عوضا ما نكتب أم وش نكتب نكتب أم مربع زائد 2. ثم بعد ذلك نعاود نكتب هذه المعادلة مبسطا نشوف هل هناك يعني تبسيط. Y يساوي 1 على 3 هنا 2 في أم مربع 2 أم مربع زائد 1 في X ناقص أم مربع زائد 2. ثم بعد ذلك يقول عين قيمة أم حتى يوازي دي أم دي أم مربع. إحنا متى يتوازى مستقيمين؟ يتوازى مستقيمين إذا كان لهما نفس الميل. إذا نكتب دي أم يوازي دي أم مربع. وش معناتها؟ معناتها ميلهما متساويان. ميل المستقيم دي ام هو هذا العدد. اذا هذا يكافئ منطقيا شرحتها لكم من قبل ان لهما نفس الميل. يعني المستقيمين لهما يعني ينطبق على دي ام ودي ام فتح لهما نفس الميل. اذا ما معنى ذلك؟ يكافئ منطقيا. نكتب ميل المستقيم دي ام يساوي ميل المستقيم دي ام فتح دي ام مربع. ركزوا فقط معايا نبدأ بميل المستقيم دي أم اللي هو 1 على 3 نفتح قوس 2 أم زائد 1 يساوي ميل المستقيم دي أم مربع اللي هو 1 على 3 في 2 أم مربع زائد 1. إذا نحل هذه المعادلة نتحصل على التالي. أولا راح أتخلص من 1 على 3. إذا طرفين المعادلة عندها 1 على 3 1 على 3 نتخلص منه. وش يبقى لي؟ يبقى لي 2 أم زائد 1 يساوي 2 أم مربع زائد 1. طبعا 1 يروح مع 1 أيضا. وش يبقى لي؟ يبقى لي 2 أم ناقص 2 أم مربع نكتبها لكم زائد 1 ناقص 1 تساوي 0. هذا يكافئ منطقيا. قلت زائد 1 ناقص 1 يروح. يبقى لي هنا 2 أم ناقص 2 أم مربع نح 2 أم كعامل مشترك. نعاودها يعني لكم تساوي الصفر. هذا يكافئ منطقيا. ندير 2 أم كعامل مشترك. هنا وش يبقى لي؟ حيبقى لي 1 ناقص هنا وش يبقى لي؟ يبقى لي أم يساوي الصفر. طبعا انشروا تشوفوا 2 أم في 1 2 أم 2 أم في ناقص أم 2 أم مربع. حنا نعرفوا أن جداء حدين لحل معادلة من شكل A في B راح تكون هذه توافق منطقيا أن يا إما 2 أم هو اللي يساوي صفر أو هذا الحد اللي هو 1 ناقص أم يساوي صفر. وهذه تكافئ منطقيا. ما هي قيم أم؟ أم تساوي صفر نقسم على 2 نقسم على 2 تخرج لي أم يساوي صفر أو أم يساوي 1. إذن قيم أم لكي تكون دي أم يوازي دي أم فتحة هي أم يساوي الصفر أو أم يساوي الواحد. إذن اكتب الجملة قيم أم حتى يوازي دي أم المستقيم دي أم مربع هي صفر واحد. لكن نعوض أولا بصفر راح نشوف أن دي صفر يوازي دي صفر. وش معناتها دي صفر يوازي دي صفر؟ معناتها أن المستقيمين دي صفر ودي صفر منطبقين والمستقيمين المنطبقين متوازيين. نفس الشيء من أجل أم يساوي واحد. دي واحد راح يوازي واحد مربع دي واحد. المستقيمين في هذه الحالة أيضا مستقيمين منطبقين والمستقيمين المنطبقين هما مستقيمين متوازيين.
إذن في الأخير أقول لكم بالتوفيق للجميع. أتمنى فقط من الله سبحانه وتعالى أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا النموذج. انتهى النموذج. إذن بالتوفيق للجميع، أقول لكم جميعا علامات جيدة بالنسبة للاختبارات. إذن ما تتهاونوش في هذا آخر اختبار، آخر فرصة لكم للنجاح وللانتقال إلى السنوات القادمة إن شاء الله. أما بالنسبة للسنوات الرابعة متوسط والبكالوريا، إذن أقول لكم ضاعفوا المجهودات، ضاعفوا المجهودات، فإن للنجاح حلاوة. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.